أنا ننتقل إلى هذه الأخبار العاجلة من سوريا. المرصد السوري لحقوق الإنسان يقول إن قصفا إسرائيليا استهدف محيط مطار حلب ومستودعات قربه، هذا بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. ودمشق كانت أكدت بالفعل وقوع هذه الانفجارات في حلب جراء هذا القصف الإسرائيلي. ينضم إلينا من بريطانيا مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. السيد رامي، أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار ليلى. بداية تفاصيل هذا القصف الإسرائيلي. نعم طبعا مساء الخير. القصف كان من جهة الغرب، أي من جهة البحر المتوسط. لا نعلم إذا ما كان بصواريخ يعني بحر أرض أو صواريخ من الطيران الحربي الإسرائيلي. أربع صواريخ استهدفت داخل مطار المطار، داخل حرم المطار وخارج المطار من الجهة الغربية. انفجارات دوت بعد الاستهداف بالصواريخ الأربعة. الاستهداف بشكل مؤكد هو لشحنة سلاح إيراني. هل هي وصلت عبر الجو إلى مطار حلب؟ هل هي كانت مخزنة في هذه المناطق جرى نقلها خلال الأيام الفائتة بعد الاستهداف الأمريكي لشحنات الأسلحة الإيرانية في دير الزور؟ حتى اللحظة المعلومات المؤكدة أربع صواريخ جاءت من جهة البحر، يرجح بشكل كبير بأنها إسرائيلية وليست أمريكية، لأنها لا تريد أمريكا أن تدخل في إطار حرب المطارات مع الإيرانيين، وخصوصا بأن هناك توتر ما بين ضفتي الفرات. أيضا هناك الانفجارات أو استهداف شحنات الأسلحة بشكل مباشر داخل حرم مطار حلب الدولي وخارج مطار حلب من الجهة الغربية. نعم، أذكر فقط بما تقول سيد رامي، أربعة صواريخ استهدفت هذا المطار داخله وفي محيط هذا المطار، يرجح أنها إسرائيلية وليست أمريكية بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان بحسبك سيد رامي، واستهدفت سلاحا إيرانيا كان داخل هذا المطار ما أحدث هذه الانفجارات. حينما نتحدث عن هذه المنطقة، عن مطار حلب ومحيط مطار حلب، عن أي ميليشيات نذكر أو نتحدث الآن؟ عن حزب الله وميليشيات أخرى مرتبطة بإيران؟ نحن بمجرد خروجنا من مطار حلب على بعد بضعة كيلومترات وصولا إلى الحدود السورية العراقية، الغالبية الساحقة لهذه المناطق هي تحت سيطرة ميليشيات إيران، من ميليشيات سورية، ميليشيات عراقية، أفغانية، لبنانية. حزب الله بات دوره دور القيادة مثل الحرس الثوري، لكن الميليشيات غالبيتها من جنسيات سورية وعراقية، والعراقية تتركز بشكل أساسي في دير الزور، لكن هنا ميليشيا فاطميون الأفغانية تلعب الدور الأساسي، وميليشيات أخرى من العشائر العربية التي تعمل مع القوات الإيرانية في تلك المنطقة، ومن أبناء سوريا كنبل والزهراء هم منتشرين في تلك المنطقة، بالإضافة لما يعرف بأمن الفرقة الرابعة، وهذه ميليشيات مدنية تعمل تحت سلطة الفرقة الرابعة الموالية لإيران، وهي تابعة، من المفترض أنها تابعة للجيش العربي السوري. لكن بالنهاية الذي استهدف هي شحنة سلاح إيراني داخل وخارج مطار حلب. ما طبيعة هذه الشحنة، طبيعة هذه الأسلحة الإيرانية؟ لا نعلم، لا حقيقة الأمر لا نستطيع تأكيد أو نفي حتى اللحظة، لأن الشحنة استهدفت قبل دقائق، لا نستطيع أن نجزم ما هي طبيعة هذه الأسلحة الإيرانية التي وصلت إلى محيط مطار حلب. هل هي جاءت عبر الطائرات إلى مطار حلب؟ هل هي نقلت من ريف حلب الشرقي مثل ما ذكرنا اليوم وأمس أن هناك نقل للسلاح من ريف حلب الشرقي باتجاه مناطق أخرى خوفا من الاستهداف الأمريكي؟ كل شيء وارد، ولكن بشكل قطعي السلاح لم يكن لسوريا أو سوري أو للنظام السوري، هو سلاح إيراني بشكل قطعي. نعم، في كل الأحوال دمشق أكدت هذه الانفجارات، ونحن نشاهد كذلك هذه الصور للانفجارات التي استهدفت داخل مطار حلب وفي محيط المطار كذلك. هل هناك أي حديث ولو معلومات أولية عن قتلى وجرحى؟ لا، حتى اللحظة لا يوجد معلومات، على الرغم من سماع أصوات سيارات الإسعاف بعد الانفجارات أو خلال وقت الانفجارات، ولكن حتى اللحظة لا معلومات دقيقة عن خسائر بشرية. ولكن دعينا نقول إلى متى ستبقى إيران تستخدم سوريا كمخزون للسلاح الإيراني في إطار رسائل إقليمية ودولية؟ نعم، منذ قليل سبوتنيك كانت تقول بأن دمشق كانت صدت بعض هذه الضربات، هل هذا دقيق؟ سبوتنيك القسم السوري هو لا يختلف عن سانا، جميع تقاريره كانك يعني كانها تخرج من وكالة سانا الأنباء ولا علاقة لها بالواقعية. نعم، هي تحدثت عن احتراز صواريخ الدفاع الجوي السوري لهذه الصواريخ الإسرائيلية. أربع صواريخ وصلت إلى أهدافها، ولا نعتقد بأن أي صاروخ منها قد أسقط هذه المرة.
نعم، أذكر مرة أخرى 4 صواريخ استهدفت محيط مطار حلب وداخل هذا المطار، يرجح بأنها إسرائيلية بحسب السيد رامي عبد الرحمن مدير المصدر السوري لحقوق الإنسان، واستهدفت سلاحا إيرانيا. ليس لدينا أي معلومات إلى غاية الآن حول هذا السلاح الإيراني مخزن في المطار، ولا معلومات أولية كذلك عن سقوط قتلى أو جرحى في هذه الضربات الإسرائيلية. كنت معنا رامي عبد الرحمن مدير المصدر السوري لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والتفاصيل.